اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، نواصل حوارنا حول مبادره شبابنا يقدر ويقدر ونص. دكتور جلال السعيد محافظ القاهره. السيده ميرفت بتشتكي قوي من المعادي وبتطالب بحقوق يجب ان تكون مكفوله لكل مواطن. هو انا طبعا بحيي مدام ميرفت، وهي اتكلمت على الجزئين، الجزء الاولاني طبعا متفق معاها فيها لما بتقول ان هي بتواجه بمظاهرات واعتصامات وانا يقطع الطريق، وانا يعني بضم اشاركها طبعا غضبها من هذا الموضوع. لكن بس انا يعني ليا ملاحظتين. الملاحظه الاولى طبعا لما بتقول انا مش عاوده مستشفياتكم، مش عاوده شوارعكم، أيوة. كده يعني هي فصلت ما بينها وبين الحكومه مش مصر. يعني انا مش ما بستغلش الحاجات دي كلها، بس انا طالبه حاجات صغيره. أوكي. انا بس لا، انا ملاحظتي الاساسيه هي خاصه بموضوع الجمعيه الاهليه اللي هي تحدثت عنها والصعوبات اللي بتواجهها. انا عمري ما عرفت ان في جمعيه اهليه عاوده تيجي وتعمل وتواجه صعوبات. انا ده احنا بنوجه الدعوه وبنرحب وبس. انت عارف حضرتك الاجراءات الورقيه شويه في مصر لا كان يعني. كان في اجراءات ورقيه تبقى مع الجهه اللي بتمنح الترخيص، نعم، وهي وزاره التضامن. نعم. لكن حي المعادي، عشان بس اكد لسيادتك ودي بشهاده من هم في المعادي، الان وصل الى درجه من التطوير احنا بنباهي بها احياء اخرى في مدن في العالم. الان هناك رئيس حي وانا احب احييه، ابراهيم صابر، على تواصل مع جميع منظمات المجتمع المدني ومع الشباب، وبيقوموا بعمل جميل جدا. وانا اي حي، اي رئيس حي جديد بنعينه ببعته حي المعادي ياخذ اسبوع او اثنين بعض من التجارب عشان ننقله في حي جديد. فلابد ان احنا بس نقول هذا الكلام عشان لا نخسف الناس حقها، ولكن لو عندها اي صعوبات اخرى انا بتشرف ان انا اقابلها. الحاجه اللي قبل برضه هقولها قبل ما يعني ممكن ما اديكيش ليا فرصه اتكلم تاني، انا بس احب اؤكد على يعني جندي اخر مجهول في هذا المشروع، وهو السيد الوزير عادل لبيب. لانه نعم. ليس فقط هو طبعا بيولي محافظه القاهره اهتمام كبير جدا، وهي العاصمه وتستحق هذا الاهتمام، وقدمنا الاساس الذي ممكن ان يبنى عليه، لكن هو يعطي نفس هذا الاهتمام لجميع محافظات الجمهوريه، وهو جندي مجهول في هذه العمليه. ووزيرة البيئة أيضا الدكتورة ليلى اسكندر. طيب، وأنا قبل ما انتقل لحضرتك عشان فعلا مش هلحق أرجع لحضرتك تاني، بالنسبة للإشغالات اللي الناس شايفاها في شوارع القاهرة الرئيسية، في المعادي، في شارع 9، في وسط البلد، في 26 يوليو، في أهم المناطق، في عملية إشغالات فجة جدا. صح. خلينا أقول لسيادتك إنه وسط البلد تحديدا، أنا موضوع المشروع اللي إحنا بنعمله دلوقتي ده لن يكتمل ما لم تكتمل أشياء أخرى. نعم. ملهاش علاقة بالمشروع، وهي الجزء اللي خاص بموضوع وقوف العربيات بشكل مخالف والبياعين والجزء الخاص بوقوف البياعين بشكل مخالف وهكذا. فاحنا لنا كذا مشروع الآن بنعمل عليهم بشكل حثيث وقوي، بمشروع انتهاء من جراج التحرير، والمقاول العرب هي المقاول الذي يعمل في هذا المشروع، بطاقة 1700 مكان. احنا بنتحدث عن طاقة تعادل طاقة كل ما أنشئ من جراشات في وسط القاهرة على تاريخها. سوف يضاف إلى وسط القاهرة على مراحل، آخرها يمكن تبقى بعد 4 شهور من الآن، لكن بعد 3 شهرين من الآن هيضاف جزء، وبعد 3 شهور هيضاف جزء، وبعد 4 شهور هيضاف جزء. ده هيحل مشكلة كبيرة جدا في وسط المدينة ككل. نعم. بنستعوض بقى دلوقتي الاشارات المروريه اللي اتكسرت واتنهبت وكاميرات المراقبه وغيره، ده عمل ايضا بيتم ان شاء الله باذن الله. يوم السبت هتبقى في مؤتمر صحفي كبير لمدير اداره مرور القاهره عشان نتحدث عن حمله قويه جدا سوف تبدا في القاهره ككل، خاصه بالانضباط المرور بشكل يعني لا تهاون فيه. نعم. هذا سوف يكون اسبوعين. طيب، هنوفر لهم اماكن بديله للبياعين الجلاجئين دول؟ هو وسط احنا المدينة مش عايزين نموتهم يعني. لا لا لا، انا بتكلمش وسط المدينه تحديدا، لان دي قضيه مهمه جدا، وانا يعني مش عاوز اقول ان دي احد الهموم بتاعتي. نعم. عشان يعني في ناس ساعات الناس تقول لي ايه ده انا شفت ناس كتيره واقفه في وسط المدينه. لا، ده انا بقى
ده انا بنام واصحى على هذا الموضوع. يعني الموضوع ده مهم جدا، بنتكلم على حوالي 1000 بياع، والوقت الوضع ده بقاله 3 سنين ليس حديث من ساعه يعني الثوره بالظبط كده. نعم. واحنا انا لما اقول دايما ان احنا بنوازن ما بين مصلحه المجتمع ككل وشكل الدوله وهيبتها وشكلها قدام العالم واداره المدينه ككل، وبين اعتبارات انسانيه خاصه بهؤلاء البشر اللي تواجدوا في هذا المكان، قد يكون من وجهة نظرهم ده حقهم وقد نتفهم بعض من ده. فإحنا حاليا بصدد يعني أن احنا قد نكون قد توصلنا إلى أماكن بديلة قريبة، هنوفر لها خدمات ووسائل مواصلات، هنوفر لها خدمات. وأنا بقول قريبة، قريبة. احنا تعريف قريبة، هم قريبة عندهم يعني متر من المكان اللي هم فيه. فاحنا انا بقول عشان كده قلت مواصلات بس وخدمات، وانا لما بقول قريبة ما بقولش 30 كيلو بعيد عنها، انا بتكلم على حاجات اقرب ما يكون. اقرب يعني كم كيلو؟ اقرب يعني ما يكون، عشان بس نتكلم في مجال المفاوضات. نعم. لا احنا بنتكلم على اماكن قريبة، فهذا الموضوع ان شاء الله سوف يشهد انفراجة يعني يمكن خلال 10 ايام اسبوعين بجد. طب اخباركم كلها كويسه؟ ان شاء الله. باذن الله. طيب بستاذن حضرتك، وقبل ما اروح للمهندس محسن هستاذنك ناخد كام تليفون قبل ما الناس ما يغرمهمش كتير. استاذ احمد من الفيوم، اهلا وسهلا. يا استاذ سيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بتروح فين يا استاذ احمد؟ بتكلمنا وتختفي ليه؟ انا والله خدت قطع بس اللي بمسي عنيك وعلى ضيوفك الكرام. ربنا يخليك، اهلا وسهلا، اتفضل. انا طبعا انا في غيره كبيره جدا من القاهره والجيزه، لكن طبعا في فرحان جدا ان تعمل بصمه امل وفرحه في القاهره والجيزه على ان احنا نشوف خطوه ايجابيه في مصر يعني. نعم. انا في الفيوم بدات الخطوه دي من سنه ونص، وكنت بعمل حاجه اسمها تجميل الاحياء، وكنت يعني كنت على اتصال كبير جدا مع المهندس احمد علي محافظ الفيوم اللي هو جه عليه 2 محافظين دلوقتي. والدكتور جلال عارف الفيوم شبر شبر. دكتور جلال السعيد عارف الفيوم. نعم. شبر، ان هو كان ماسك المحافظه قبل كده. طيب. بنطلب استاذ خيري من ان لجميع المحافظين ياخدوا خطوه الدكتور جلال. تمام. ياخدوا خطوه المشروع كله. بقى الدكتور جلال وكل الوزراء وكل الجهات والمقاولين العرب وكله الكل اللي مدد ايده عايزين جهات اكتر تمد ايديها. بشكرك جدا استاذ. انا بدات الحي الدكتور جلال يعرف الحي المسله، وبدات اجمل فيه بامكانيات المحدوده، كنت بزرع شجر، كنت بادهن اعمده الكهرباء، كنت بنظف الشوارع مع عمال النظافه، وكان نفسي يبقى معايا عدد كبير من محافظه الفيوم يعملوا معايا الحاجه دي، لكن طبعا كان في تباطؤ، ما كانش في حد مهتم. فانا عايز ان احنا نعمل مبادره دي في الفيوم، وكل من عن طريقك يا استاذ خيري محافظه الفيوم بالتحديد. محافظة الفيوم من المحافظات المهمة جدا واللي فيها مد إسلام مستغرب وإسلام جهادي وإسلام جاهل، لأنها من المحافظات اللي بتعاني وعندها مشكلات كثيرة جدا. بشكرك أستاذ أحمد. أستاذ حسن من الإسكندرية، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم، زي صحتك. أهلا بيك يا فندم، اتفضل. حضرتك إحنا عايزين نحل حاجة بسيطة خالص لكل الناس اللي بتمشي في الشارع، مفيش أرصفة بقت موجودة نظرا لكثرة الباعة الجائلين في كل مكان. تمام. في فكرة بسيطة، أنا كنت عايش فترة في أوروبا وأمريكا، بنعمل شارع مقفول بالكامل يوم في الأسبوع، النهاردة السبت ده الشارع سوق السبت. بناخد من كل واحد فلوس رمزية ونديله رخصة بالمكان بتاعه، يبقى كل أسبوع بيجي فيه ويسلمه نضيف للحي المسؤول عن هذه المنطقة. نعم. والسبت هنا والحد هنا، هنبدأ يبقى طول الأسبوع عندنا شوارع مقفوله معمول فيها اسواق، يبقى ناخد حقنا في ان احنا نمشي على الارصفه، والباعه الجائلين اللي هم عايزين يعيشوا وعايزين يشتغلوا وعايزين مش عايزين يعملوا جرائم ومش عايزين يسرقوا، نديهم حقهم، ناخد حقنا ونديهم حقهم. فكره والله حقهم. فكره. كل الافكار، كل الحاجات الجميله بتبتدي بفكره يا استاذ حسن. بشكرك جدا. استاذه فريده من القاهره، اهلا وسهلا. لو مساء الخير يا استاذ خير. مساء الخير، تحياتي وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. بقول لحضرتك انت في اول بدايه قلت مصر الجديده، لما اقول لحضرتك مصر الجديده بقى منظرها ايه دلوقتي تحزن. انا بقول للاستاذ المحافظ، انا بنفسي احنا مجموعه سيدات بنروح كل مكان ونحاول على المحلات وبنحاول على الاماكن ان احنا نقول لهم لو سمحتوا ما ترموش الزباله قدام المكان. تسمع ما لا يرضيك يا استاذ خالد. رحت الحي، حي النزهه وحي مصر الجديده، حي النزهه ما حدش قابلني ابدا،
وبعدين انا بنجده على ميدان الجامع وعلى صلاح الدين. البائع مش بائعه جائلين يا استاذ خيري، دول فكهنيه وخضريه واقفين لغايه نص الشارع، ما تجرؤش تقف جنب المكان، يبقى اخر بهدله. وكذلك الكافيهات القهاوي البلدي واقفه لغايه نص الشارع. يعني مصر الجديده يا استاذ خيري بقت لا مش قادره اوصف لك شكلها ايه. وانا كنت بتكلم على الجزء المروري والمترو القديم وتغيير المسارات، كانت في مجموعه من الاشياء. انا طبعا مش من سكان مصر الجديده فما هقدرش اتكلم شهادتي مش، لكن انت صوت من مصر الجديده. حاضر سياده المحافظ سامع. تليفوني الاخير الاستاذ عبد المسيح من القاهره، اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ عبد المسيح. الخير عليك وعلى اللي عندنا كله. ربنا يخليك، اهلا وسهلا، اتفضل. انا نبتدي بالمناطق العشوائيه يا استاذ، بلاش المناطق المتحضره. ما هو مش كلها متحضره اللي احنا بنشتغل فيها يعني. امبابه وزيتون. يعني انا بناشد تمام من كل حي. طب هو المناطق العشوائيه ده سؤال الجاي للمهندس محسن بس. طب اتفضل كمل. يعني المناطق العشوائيه يعني، وبناشد كل الاحياء في القاهره تبتدي، يعني كل رئيس حي يبتدي والناس تساعده، رجال الاعمال تساهم، اللي مش بفلوس المعدات، الشباب دي اللي بتشتغل، حتى المطاعم الظهر تعمل لهم وجبه. ده انا من عن نفسي انا بقول لك نعمل كده، الناس كلها تساهم. نعم انا معاك تماما. طيب انا بشكرك جدا، هخلي الوقت لو في وقت ترد على مصر الجديده بس. خلينا نروح للمهندس محسن صلاح. ليه ما رحناش العشوائيات؟ ليه رحنا للنص نص والحلوين قوي الكويسين قوي، مناطق راقيه ومناطق نص نص، وسيبنا العشوائيات اللي عايشين 10 في اوضه واللي حالتهم كرب؟ هي الحقيقه ما فيش حته في مصر ما فيهاش جزء عشوائي. هتلاقي في كل جميع المحافظات وجميع الاحياء هتلاقي فيها جزء عشوائي. نعم. الهدف من كده ان احنا عايزين نعمل زي قدوة وزي حاجة تحتذى بها، وفي نفس الوقت ان احنا عايز نحس الناس ان كل واحد يبتدي يطور من نفسه ويطور ويشوف النتيجة بتوصل لإيه، وبعدين نبتدي نتنقل من منطقة لمنطقة. احنا لما اللجنة اجتمعت واختارت الأحياء دي، ما اختارتش أحياء من على مستوى واحد، اختارت حي. كل حي له معنى وله ميزة، في جزء واجهة فلازم يبقى شكله كده. وده ينطبق على القاهرة وعلى الجيزة، يعني في جميع الأحياء فيها إذا ما كانتش الحي في جزء إلى حد ما حضاريا مرتفع شوية، إنما هتلاقي في جزء برضه عشوائي، والكلام ده ينطبق على كل الأحياء. اخترنا إمبابة وفيها أجزاء عشوائية، العجوزة فيها أجزاء عشوائية، حتى في القاهرة برضو فيها من ضمن الأحياء اللي اخترناها. المعادي نفسها القديمة فيها أحياء جنبها أحياء عشوائية. فالموضوع الهدف الأساسي أولا، وده يمكن مجهود برضو منصب على وزارة الإسكان الله يكون في عونهم المهندس إبراهيم، في إن هو بيحاول مبدئيا يعني بجانب تطوير العشوائيات هي إيقاف العشوائيات. نعم. يعني خلينا نوقف النمو السرطاني ده جنب ان احنا نبتدي نعالج فيه، انما فعلا هو بينمو ولازم يقف، ولازم يقف عند حده. وطبعا سيادة المحافظ بيبذل مجهود في عدم او ايقاف المخالفات في البناء، وطبعا وزارة الاسكان نفس الحكاية. انما العشوائيات ممكن تبقى عشوائية في عمارة وعمارة شكلها كويس، انما هي فيها عشوائيات من داخلها، من حيث الارتفاعات، ومن حيث عدم وجود جراجات، من حيث كل دي تنطبق عليها كلمة عشوائية برضو. نعم. فهو إيقاف العشوائيات جنب تطوير العشوائيات. طيب في جزء أنا عايز أخرج من الحلقة مش بس بالأربع أحياء اللي احنا بنشتغل عليهم دلوقتي، أنا عايز أدي أمل لكل واحد في بلده أو في محافظته. المهندس حسن عبد العزيز قال لي احنا عندنا 20,000 مقاول على مستوى الجمهورية، والزملاء دلوقتي بيقولوا لي لازم نشكر شركة مصطفى إبراهيم وإيجوكو حسن علام لأنهم قايمين بجهود عظيمة من في إطار الشركات اللي بتساهم. لو مختار إبراهيم، أنا آسف، لو في مجموعة عايزة تشتغل في محافظة في عندهم حي في 30-40 شارع، إزاي الفكرة تبتدي من عند شركة مقاولات، وإزاي نقدر
ترتبط بجزء من المقاولين العرب تقوم بدور، وازاي نقول للناس يتلموا حولها ازاي؟ يعني ازاي اخلي حي يفكر معايا النهارده قبل ما اطلع من على الهوا فيقول انا من خلال ضيوفك النهارده انا قررت اعمل واحد اتنين، يعمل ايه؟ احنا نرجع للاستاذ احمد بتاع الفيوم اللي كان بيكلمك على الفيوم ده تجربته، ده يا ريته يروح يزور مكتب اتحاد المقاولين اللي في الفيوم، كلهم عارفينه، واخد بال جنابك، يلتقي بالاستاذ عادل النويري هناك لو عضو مجلس اداره عندنا، ويجي معاه المكتب عندي، واحنا هنخلي له مجموعه من المقاولين من اهل الفيوم يشتغلوا له في الفيوم. لو حد في الدقهليه شرحه، احنا عندنا مجموعه كبيره جدا. مكاتبكم موجوده فين؟ في 16 محافظه. في 16 محافظه في مكاتب بالظبط. هنلاقي مقاولين تبع الاتحاد يمكن ان هم يعملوا مبادره ويشتغلوا مباشره؟ والله هو اللي من نفس المكان، يعني لو اتصل بيا في المكتب او ان هو راح مكتب الاتحاد واتصل، وانا ممكن احط تليفون حضرتك مكتبك هنا على الهواء ولا يعمل ازعاج؟ لا لا لا، ممكن نحطه. مهندس حسن عبد العزيز حسن، الاتحاد المصري، اتحاد مقاولي البناء والتشييد، التشييد والبناء. طيب يا شباب اكتبوا لي التليفون الارضي بس، يعني عشان ما نزعجوش اكتر من كده، ولا نخليه الفاكس؟ لا لا، خلي التليفون الارضي. طيب التليفون الارضي، ودي المشكله بقى، 347 ده 247 247 17 924. تمام كده ولا انا خرفت؟ مظبوط، اصل دي النضاره بتاعت بعيد مش بتاع قريب. لا مظبوط. طيب ده رقم تليفون المهندس حسن عبد العزيز. اي مجموعه في حي عايزين يشتغلوا وعندهم تصور يلموا نفسهم كمجموعه ويتصلوا بالنمره ويطلبوا ميعاد، مجموعه منهم تروح او هيوجههم يروحوا فين في المحافظه كده؟ مظبوط بالظبط. انا النقطه دي انا عاوز اقول عليها، كناحيه تنظيميه يعني اعتقد انه البدايه قد تكون مع اتحاد المقاولين الانشاء، وقد تكون مع رئيس الحي المختص او رئيس المدينه. ايوه احنا طب انا عايز اطور اهو ده جزء اللي عايز اللي هيبتدي يكون نواه المجموعه. احنا بنديهم ادوات، لان هو ده معلش انا بدي اوضح نقطه، مع تقديري طبعا لاتحاد البناء الاصل في الموضوع، ان دي مهمه الاحياء وعمل مستمر ودائم وموجود. هناك الان مبادره تاتي على اجراء دائم وموجود، المبادره دي للتجويد في احياء ما، لكن لما تنتهي هذا المشروع في هذا الحي تحديدا هتبقى المسؤوليه على الحي. طيب انا عشان كده بقول ايه اللي عاوز. لا ده انا لسه ما كملتش الدايره يا فندم. هو راح، هو مجموعه شباب اتلموا وكونوا المجموعه في الحي، ما كملتش السلسله ورجعوا، ما هي السلسله هيروح للاتحاد يتاكد ان في مقاولين على استعداد بالظبط، يتفق معاهم ويروح يكمل في الحي بالظبط. صح كده هو. تمام. لما يروح للحي ويقول له انا جاي ومعانا المقاول فلان الفلاني، الاتحاد خلاص ساعدنا معانا اتنين مقاولين واحنا جامعين من بعض مبلغ وهنعمل واحد اتنين تلاتة، احنا رصدين ابرز شوارع عندنا فيها قمامة فيها تكسير فيها واحد اتنين تلاتة، وبعدين نروح للمقاولين العرب بقى نعمل ايه؟ ده هي احد كبار المقاولين، هي احد كبار المقاولين تحت امر اي يعني لو الحي ابلغ المحافظه بان في مجموعات بتشتغل وعندنا المقاولين وهيشتغلوا، نستطيع ان يتواصلوا مع شركه المقاولين العرب او وزاره الاسكان طبعًا. فنبقى طورنا المساله، ما بقتش اربع احياء، نبقى اشتغلنا في محافظات مصر في وقت واحد، وده هيعمل حاله وهيعمل جهود ذاتيه كمان. وبالمناسبه احنا عندنا برضو في مكانين في المبادره في الاربع احياء دول، في منطقتين لم يتم اشغالهم، فلو في حد في القاهره برضو عايز ياخد منطقه من الاثنين دول، في منطقتين لسه لا ما انا برتب لهم برضو لان الحقيقه طب احنا عايزين الجداد وعايزين سياده المحافظ بيقول تعليمات دلوقتي ان كل رؤساء الاحياء في على مستوى محافظه القاهره اي مجموعات شبابيه هتروح لهم بفكره جاهزه وهم على استعداد يكملوها، رؤساء الاحياء هيستقبلوهم كويس طبعًا ويسهلوا المساله طبعا. ده وعد. ده وعد. طب اللي يروح وما يلاقيش يجي لنا
يعني كلمنا واحنا هننزل ونعمل. لا المهندس حسن كمان بيتكلم على مستوى المحافظات كلها مش مستوى محافظات طبعا طهير. لا لا انا بتكلم على مستوى مصر. انا عايز ازود الامل والطاقه عند كل من يعني الأشهر. هي قدوه الحقيقه وياريت كل الناس تحتذي بيها لانها فعلا في الاخر بتنصب على المواطن. وبرده لازم تكوين مجموعات الشباب اللي هم هيقدروا يتواصلوا ويعملوا استدامه لهذا الموضوع. دول برده لازم يبقى في استقطاب لهذا الموضوع بحيث انهم يقدروا يستلموا حاجه ويستمروا على في المحافظه. احنا هنقدم النموذج بتاع الاربع بالزبط. احياء دول وهنقدمه بجد. اللي ابتدى احنا انتوا قوه اسبق. عندنا 36 حي طبعا احنا اسبق دلوقتي. عندي اربع احياء نموذج بالفعل هيبقوا تعبنا والله دكتور جلال. الحلم هيبقى شغال. معلش احنا مقدرين تعبكم ونشكركم. انت خجلان شويه والشباب عنده عافي كده. فقول لي بتقول للشباب ايه في كل حي يعملوا ايه يتلموا ازاي؟ ان هو بس ما يبداش يقول انا هبدا انظف وبعد كده هبدا اكلم وبعد ما انظف اكلم الناس. هو ينظف ناس تنظف وناس تكلم الناس في نفس الوقت. يعني يقسموا نفسهم مجموعات. ان انت لو بدات نظفت دلوقتي وروحت ونفس تاني يوم جيت هتلاقي نفس المشكله نفس الزباله لو بيومكمامه الطاقم التاني نفس المشكله وممكن زياده. شارع الشيخ منصور اخباره ايه؟ انت مش ساكن في شارع الشيخ منصور؟ في عزبة النخل؟ في عزبة النخل. قدرت تعمل التجربة دي في الشارع بتاعك؟ هو احنا حاولنا فعلا نعملها في منطقة بس ما يعني الحي ما كانش متعاون معنا. حلاوتك ايوه كده. ماله الحي نزل بقى؟ الحي ليه مش متعاون؟ رحت رئيس الحي قال لك ايه؟ طلبته ايه ما عملوش؟ هو احنا طلبنا الناس تشتغل معانا او احنا بننظف مكان معين هناك جنب الحي. بننظفه فعلا ونصور المكان بقى قبل ما يتنظف وبعد ما يتنظف ونيجي تاني يوم نلاقي ولا اي تغيير. يعني اكنك ما عملتش حاجه. الناس انت تقصد الناس اللي في الحي. مش ما يقصدش الحي. وعلى فكره دي مهمه جدا موضوع ان الناس تبقى موجوده معانا. موضوع الناس اللي في الحي السكني ولا الحي بتاع المحافظه؟ لا هو يقصد الناس اللي في الناس نفسه. انت رجعت في كلامك؟ ليه؟ ما تقلقش شافي منين يعني. انا بشكركم جدا نورتوني. يعني انتوا بتعملوا حاجه جميله قوي وحاجه بترفع روحنا المعنويه في وقت الناس ملت والناس نفسها تشوف حاجه بجد. انا مبسوط ان المده الزمنيه 45 يوم لانها فتره قريبه قوي. شهر ونص فات منهم قد ايه؟ 3 ايام. طيب بنتكلم في 42 يوم وان شاء الله الانجاز يبقى قبل كده. ومن الاسبوع الجاي هتسمحوا لي انا هنزل كاميراتي في الاحياء بتاع البرنامج في الاحياء اللي بتشتغلوا فيها. كل اسبوع هنقول لحضراتكم قطعنا شوط قد ايه في القاهره والجيزه عملنا ايه. وكل شركه بشغلها هنبروزه. الشركات الخاصه اللي مشتركه اسمها قد كده هنطلعها على الشاشه زي ما هي عايزه وهنقول احسن مقاولات واحسن شركه واحسن بناء وكل حاجه في الدنيا. اي حد يدي لمصر نديه عينينا واعلانات مجانا. اشكركم مره ثانيه. شكرا جزيلا. اشكركم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. غدا حلقه جديده من ممكن في التامينه مساء ان شاء الله. فالى اللقاء. تصبحوا على خير.